وهنا انا ما بقولش ده عشان حاجه، انا عايزه اقول انه تقرير اخير للبنك الدولي صدر من شهرين اتنين، ده بيقول انه عدم الانفاق على التعليم ده معناه خساره اقتصاديه. ده بيقول طبعا ان مصر تعاني في عدم تعيين مدرسين والمباني التعليميه، وان ده بيخفض مستوى تنافسيه مصر في الاقتصاديه. وانا هنا عايزه انبه ان التعليم هو ما البوابه بتاعتك في التنافسيه، يعني له مردود اقتصادي في النهايه. شوفي حضرتك احنا مش لسه مخلصين مؤتمر شرم الشيخ؟ ايوه. من الذي قاد الشباب، كل الشباب اللي كانوا بيساعدوا الوفود وبيتكلموا وحتى في قطاع السياحه، اليس هذا هو التعليم؟ صحيح، هو ده اللي هيعمل لك مردود اقتصادي. طيب احنا فهمنا غلط شويه في قضيه تمويل التعليم، وانا هاجلها شويه لان الحقيقه عندي اقتراحات ان احنا القضيه ممكن نعدلها ازاي في اطار الموجود كمان. يعني انا اعلم ان الدوله عليها اعباء كتيره جدا، ومن واجبي ومن واجب الناس ان نساهم باقتراحات لتنميه الموارد في التعليم. يعني هنا كانت الاشاره، عشان هذه النقطه مهمه، حضرتك قلتي ان كانت هناك اشاره لموضوع المعلمين والمباني المدرسيه. ده التقرير الفني الاخير، وانا برضو كتبت عنه، اشرت ليه حتى في جزء صغير كده في مقالتي، وقلت ده بيقولوا ده التنميه. فاذا احنا لازم نفهم ان التعليم ده هيدي لك بعد كده مردود فلوس، ومش صحيح انه عبء على الدوله. يعني حضرتك المصريين في الخارج هم نمره واحد في التحويلات لفائض للاقتصاد القومي وللموازنه. ايوه. هم مين المصريين في الخارج؟ الذين تعلموا واشتغلوا بره. بالظبط، سواء في الدول العربيه او في الدول الاوروبيه. اذا مردودك هنا، لان مصر انا عايزه انبه ان مصر الحقيقه تمتلك ميزتين. عبقريه المكان كما قال الدكتور جمال حمدان، وانا بقول عبقريه البشر في تعداد البشر. يعني انت عندك ميزه نسبيه تقدري اذا احسن استخدامها ان تكون هي دي راس مالك الحقيقي اللي تبني عليه، زي عبقريه المكان اللي بنستخدمه. يعني بدلا ما نشتكي من زياده عدد السكان نستثمر هذا العدد. بس مش لدرجه يبقوا 5 يعني 6، انما انما تستثمري في الناس في الموجود على الاقل دلوقتي. والحقيقه رايي انه ده يجيب لك فائض قيمه كمان. أيوة. الدول الراسماليه كلها عامله كده فعلا. يعني هي مش قضيه دول اشتراكيه او لا، لا، كل الدول الراسماليه قايله انه التعليم بيعطي فائض قيمه. صحيح.